بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك جناب أبداننا وسنا وأهلنا ولودنا وأموالنا كل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك مالك وجبالك وعيادك من كل شيطان مريد وجبال عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة، وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة، وعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولاد المشيخنا ولإخوانا في الدين، خصوصا الشيخ مولانا الشيخ العلامة ميمون جبير، ولأصحابنا وأحبابنا وأحبنا فيك من أحسن إلينا، وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل الله بجمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله. لا لا إله إلا الله على النبي سلام الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. لا اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم عليه وعلى آله.
اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم سلم عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله حمده، سبحان الله بحمده. يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل. الفاتحة وآية الكرسي والأسلام من سورة الإخلاص ومحبة الأرواح من استمعنا بسببه عبدك الفقي إلى عفوك ورحمتك شيخ العلامة ميمون زبير وأصوله وفروع الفاتحة. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل بلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمد وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا ولا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقراءة متقبلة نهديها ونقدمها ونقدم حبيبنا وشفيعنا وقراءة عيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيداتنا البتول فاطمة الزهراء وابنياتنا الحسن وسلم حسين وعصيمة وفرمة وذرزمة ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفيين المحققين والقراء الحفاظ والمحدثين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله من عيسى وسيدنا الإمام عبد الله وسلفك المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا الشيخ محمد مرتضي الله وسلفك المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد سكا وأصولهم وأفرهم وذنتهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإنسان الأكبر وحبيب أبو بكر بن عبد الله عليه الشعزني والشيخ أبو بكر بن سالم وأخوه الحبيب حكيم سالم والشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وأفرهم وذنتهم
ثم إلى الوال الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاهر الشيخ علي بن عبد الله بارز والحبيب قد بن عيسى المغاصري بن عبد الله بن عظيم محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحفصي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحفصي والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وإلى روح القطب الملي الحبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحفصي والحبيب عزوز بن عمر الحفصي والحبيب محمد بن عزوز الحفصي وأصولهم وفرهم وذرتهم ثم إلى روح الحبيب قطب الغاز وصاحب الدار الحبيب أبو بكر محمد بن عمر السقاف والحبيب علي محمد بن هاشم السقاف استحمل الملك إبراهيم سلم رحمه لكن صاحب جيلي وسيمرنا أحمد حفظ الله صاحب حنفيل وسيمرنا علي مرتضى وأصولهم وفرهم وذرتهم وجميع الدسة وأصولهم وفرهم وذرتهم ثم إلى أرواح جميع السادة المعنوي أينما كانوا المسالك العظيمة غالب أصولهم وفرهم وذرتهم ثم إلى روح من استمعنا بسببه عبدك الفقير إلى عفوك ورحمتك الشيخ العلامة ميمون زبير وأصوله وفروعه أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه الله مجنون يسعى ويتألو بين يديه الله مجنون فداء له من النار وفكاك له من النار وعتقا له من النار وشراء له من النار وسترا وحجابا له من النار ورحمة ومغفرة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز سيئاته وتقبل حسناته ووالدينا والديه والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين خاصة عامة ان الله يتغشى الجميع بالرحمة والرضوان واسكنا واياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من اذا سلع عطاه واذا استعين عن يا واسع الجهود والمغفرة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين